النهاردة أصدر مجلس إدارة نادي مستشار قضايا الدولة بيان عن أزمة نادي الزمالك، وده بعد قرار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بمنع ما يعرف باسم العضويات المستثناة من دخول النادي. ودي عضويات يا جماعة كان الزمالك سمح فيها بتخفيضات كبيرة جدا لفئات بتشمل الصحفيين وأعضاء الهيئات القضائية والأمنية. البيان اعتبر ان الاجراء ده ملوش اي سند قانوني وانما لارضاء اهواء شخصيه، ودعا الاعضاء لاثبات الحالات بمحاضر رسميه، وقال انه وارد جدا يرفع قضيه لحل مجلس اداره الزمالك اصلا. الازمه دي تطور جديد في ازمه الزمالك المستمره من مارس الماضي بعد ما وزير الرياضه السابق شكل لجنه للاشراف المالي على النادي، وبسببها تم حبس مدير خزنة النادي اللي لغاية دلوقتي محبوس بسبب اتهامات مخالفات مالية ما زالت النيابة بتحقق فيها إلى الآن. بينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة أحمد عويس مدير تحرير جريدة الفريق. أهلا بيك معايا أحمد، ودينا كده ودي السادة المشاهدين فكرة كده عن الأزمة المستمرة زي ما أنا قلت كده من مارس، وعن موضوع العضويات المستثناة دي اللي جزء من الأزمة. هو كل ما يحصل حاجه او يحصل قرار من اي نوع فمشان مرتضى منصور بيصدر قراره بمنع الفئات المستثناه من الدخول، والموضوع ده اتكرر تقريبا خمس ست مرات 10 مرات، يعني مش جديد. مظبوط. ده مش حدث جديد، ده المره العاشره مثلا ده يحصل. فالحقيقه التطور اللي حصل انه حبس امين خزنه الزمالك 15 يوم بسبب ما يقال انه التجار في العمله، وده كان نتيجه اللجنه الماليه اللي شكلت بقرار من النيابه وشكلها السيد وزير الشؤون السابق مهندس خالد عبد العزيز، وده اللي خلى عمال الزمالك يعملوا اضراب النهارده ويعملوا اعتصام، وبعد كده قرار منع الفئات الدخول. هو ما بيبقاش قرار على فكره مكتوب او قرار معلن، يعني هو قرار ضمني كده انه لما يجوا الفئات المستثناه ما تدخلوهمش لبتوع الامن، يعني للرجال الامن. ف بيبقى طول الوقت في رد فعل سواء من الصحفي اي فات مستثناه كتيره جدا في نادي الزمالك او في الانديه الاخرى، بيبقى في رد فعل سواء من الصحفيين الاعضاء القضاه الشرطه رجال الجيش كل اللي بيتمنع بيبقى في رد فعل. وده النهارده كان نادي هيئه قضايا الدوله مشارك قضايا الدوله هم اللي اصدروا رد فعل. الحقيقه الموضوع هيفضل شويه لحد ما يتحسم تماما موضوع الازمه الماليه وقرارات النيابه في ازمه نادي الزمالك واللي حصل فيه. طب وايه رايك في بيان قضايا الدوله النهارده والتفاصيل اللي جت فيه؟ هو بيان رد فعل اللي حصل، انه هيبدا يتحرك لانه حصل قبل كده، كل ده بيتم حله قدام، هم يبداوا يتحركوا بمحاضر رسميه وبتصعيد ضد رئيس نادي الزمالك، واعتقد ان ده تطور شويه في ردود الفعل على المرات السابقه. طب وانت زي ما انت حكيت على مدير خزنه النادي اللي محبوس على ذمه التحقيقات، برضو النهارده مكتوب في الصحف ان هو اعترف ان هو بالفعل غير حوالي 2 مليون دولار يعني وشويه خارج السوق المصرفيه. ايه رايك في التطور ده وازاي ممكن يغير فعلا من مجريات الموضوع؟ بص، خلينا نقول انه الموضوع كله لسه قدام النيابه، فما حدش يقدر يقول رايه في قضيه منظوره قدام النيابه لانه ده قرار نيابه، والتحقيقات ما اعتقدش ان حد اطلع عليها، ممكن تكون تكهنات صحفيه انه قال كده، ولكن هو في النهايه ده امر معروض قدام النيابه. لما يبقى في حكم نهائي اعتقد انه هيبقى في تطور ملفت جدا وقد يغير مجرى الاحداث تماما في نادي الزمالك. طب وايه الردود، هل عندنا مؤشرات ايه ردود الفعل جوه اعضاء نادي الزمالك نفسهم يا احمد، يعني اعضاء الجمعيه العموميه اللي هم انتخبوا مرتضى منصور؟ هل لسه بيحظى برضاهم؟ هل ممكن يدوا له فعلا اصواتهم؟ لسه بيدعموه؟ مفيش اي مؤشرات على العلاقه دي؟ لا اعتقد ان هو بيحظى بدعم كبير من الجمعيه العموميه لانه كسب بفارق كبير قوي. هو يعني خلينا نكون منصفين، هو على مستوى الانشاءات نقل نادي الزمالك نقله ثانيه في مستوى الانشاءات، وصلنا نادي الزمالك كان منشات وفيها مشاكل كتير، هو عمل منشات جديده، ولكن طبعا طول الوقت في صدمات بينه وبين العديد والعديد من فئات المجتمع وفئات الجمعيه العموميه. يعني في اوقات فئات بتبقى راضيه جدا عنه وفئات مش راضيه بسبب الصدمات الكتيره اللي بتحصل. بنشكرك احمد عويس مدير تحرير جريده الفريق، شرفتنا يا احمد.